المبروك، المبروك ما لهاش علاقه بالثلاثه بونت بتوع امبارح. ثلاثه بونت كانوا متوقعين، لكن بالنسبه لي الاهم من الثلاثه بونت هي المرحله اجمالا. فكره انك انت تتعرض لضغط وانت رايح على مباراه نهائي دوري الابطال، تلعب اربع ماتشات في 11 يوم وتحقق العلامه الكامله، ده ضغط كبير جدا على كل المستويات، ده ضغط ذهني وضغط نفسي وضغط بدني كبير جدا. والحقيقه انه لعيبه الاهلي كانوا في الميعاد موجودين وقدروا يحققوا العلامه الكامله 12 نقطه. اكتملت الصوره بالثلاثه بونت بتوع امبارح. لو تسالني قبل المباراه بمنتهى الصراحه، يعني انا عارف انه الاهلي لا يتهاون في اي مسابقه وامام اي منافس، وايا كانت الحسابات سواء مرتبطه بارقام نقاط بطوله، كل ده مش في الاعتبار. الهدف الاول والاساسي دائما هو المكسب. لكن لو بتسالني قبل الماتش امبارح رايك ايه، رايي ان المباراه دي تعدي باي شكل من الاشكال بدون اصابات، بدون خساره لاي عنصر من عناصر النادي الاهلي. يعني لو انتهت المباراه بالتعادل ما كنتش هبقى متضايق، بس في سبيل او في مقابل ده ما يكونش في اي اصابه في مباراه كانت الحقيقه عنيفه جدا. وللاسف الشديد يمكن يكون حكم المباراه اللي انا هقول بين قوسين كده انا شايفه يعني خامه مبشره. مباراه صعبه جدا، حضور جماهيري، ضغط عصبي، منافسه على مدار 108 دقيقه هي عمر اللقاء، فيها احداث كتيره جدا وقرارات كتيره جدا اتوقف بسببها اللعب، وكان في توتر في الجانبين اهلي وبلديه. فمباراه اختبار صعب الحقيقه، يمكن يكون الاختيار من اساسه مش في محله، لكن دي مش شغلانتي او مش مسؤوليتي، فبالتالي انا مش هتكلم فيها. لكن الحقيقه الدور اللي انا جاي اتكلم فيه النهارده، او الحته اللي انا الجزئيه اللي انا جاي اتكلم فيها مع حضراتكم النهارده، هو ايه طبيعه الدور اللي بيقوم بيه حكم المباراه؟ هل هي فقط مرتبطه بقصه قرارات تدي لكل طرف حقه، ولا في دور كمان اصيل يحمي بيه او يحسس بيه لاعبين ان هو قادر يحميهم ويدافع عن حقوقهم؟ وده اللي ما حصلش الحقيقه من بدايه المباراه لغايه نهايتها امبارح.